بروبليم سور بابي كرواتيا هي كرواتيا والمغرب هو المغرب هو المغرب ملي كتلعب في ماتش وكتشوف مجريد الماتش 90 دقيقه كتقول واش المغرب ضيع الفوز ولا ربح نقطه. لا 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 الا حنا بصح هذا السيد انا كنقول ليه الا كتعترف بالقيمه ديالك وبالتاريخ ديالك واش ما كيبانش لك حنا ضيعنا؟ كان خصنا اليوم ننتظر بلي دوني ديال هذا الماتش دوني ديال هذا الماتش ضيعتيش على والد هو والد كي بعض المرات كيدخل في شي فهمتيني اش بنقول لك بحال كيجاوب على ما جو سي با كيدخل في شي راه الكره راه باينه لا الا كانوا الغربه السعوديه راه البارح دارت هذا وراه السعوديه راه لعبات ومشات هجمات على الارجنتين وماركات وقدروا يماركيو جوج بيوت وراهم دابا متصلين عندها 3 بوين دابا البروبليم اللي كاين فوبلي دابا هادشي كاع ديال حنا اللي كنقلبوا عليه دابا حنا هو هاد الماتش كما بعيون ديال الناس اللي سولوا قالوا لي واش هاد الماتش ما كنتيش تقدر تربح ماشي هو المغرب المغرب الفريق الوطني كنهضروش حنا على المدرب حنا كنهضروا على لي جوور حنا راه سون هاد لي جوور ولا هذا راه ما غادي تكون حتى حاجه كنهضروا دابا على لي جوور علاش ما كانش ديك الزعامه ولكن كيكون عندك انت يديك تما يا اما كتعطي واحد شويه ديال كيف كنقولوا الحريه ولا مساحه من الحريه للعابه ولا هو قال لك انا حنا تسنينا وبدينا كنلعبوا على الاخطاء ديال كرواتيا اخطاء ديال كرواتيا كانت قليله ما تكونش كثيره بزاف ما ضيعوش بزاف ديال الكواري في ميلو تيرا مع العلم هذوك اللي ضيعوا في ميلو تيرا كانوا بامكاننا نستغلوهم غير حنا اشاط فوا ملي كنا كنقطعوا البالو كنا كنرجعوها ديرير ما تنساش الكره الواعره اللي كانت خصها تشكل خطر هي ديال الزلزولي اللي عطاه بونو في الكونتر هو عطيت الله فاش مشاو وغاديين ثلاثه تقريبا ولا جو سي با هذيك كانت خدات كنا نخدموها نتمنى على انه الفيزيوناج وهذا مع لا بلجيك تكون امور اخرى انا صراحه اليوم كنا في امس الحاجه نقدروا نديو 3 بوين وهذا هو وليد كيقول لك انتما كنتو كتقولوا يعني ملي كتقول انت زعما ندينا 3 بوين مع كرواتيا كرواتيا فيناليست كرواتيا هذا مودريتش هادشي راه كان هادشي راه معروف هادشي راه معروف ثم هضرتي على الجاهزيه ديال اللاعبين اللي حنا كنا كنهضروا عليها هنا ما تنساوش بانه هذا يلا بوفال يلاه جا قال ليك هذا يلاه جا زياش ما كانش كيلعب واش راه هضرنا عليه هاد الزاهيجيه ديال اللاعبين هضرنا عليها جميع البلاطوات في المغرب تكلموا على انه علاش ما مشاش هذا وهادو ما كانوش كيلعبوا واش راه هادشي راه عادي وشكون اللي كيتحمل مسؤوليته هو انت انا هو اللي اختار انت اللي اختار حنا اش كنا كنقولوا مرحبا اختيارات حتى واحد ما يلوم المدرب علاش ما مشاش هذا ولكن اش كيبقى دابا دابا تيبقى الحساب وتحمل المسؤوليه بيان سور انا مثلا نقاش الاختيارات اللائحه وي مرحبا ولكن ما بغيتش نسمع عاوتاني هذا راه ما لعبش ولا هذا انا كان انت اللي اختاريتيهم انت اللي اختاريتي عرفتيهم الجاهزيه انت عارف بان هادو الجاهزيه تماما وهذا كينطبق على واحد صعيب فهادشي كله هو منين هادو ملي كيكونش عندهم جاهزيه وكتدخلوا واحد الماتش ديال 90 دقيقه لو نيفو عالي كتخليه 90 كتخليه 90 دقيقه كيعطي كل شيء واش غادي يكون معاك في دوزا ماتش بنفس الريتم الحكم كان ما بيهش كوريكت 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 غير هو بعض الاحيان بلا بعض الاحيان كان كيدير كي بعض المرات كاين شي تدخلات كيوقف عليها وشي تدخلات ما كيوقفش عليها وانا اللي خايف منه هو هذا يخليك شي كره في ميلي تيرا وتولي كونتر ولا شي حاجه هذا هو اللي صعيب ولا بحال هذيك اللي خلاوها خرجت من الخط ما شافوهاش لا هذيك ما كيمكن قلتي انت موني هذيك غادي شي كان فيها بيت الفار غادي يرجع اكون تصفرت ضدك انت شي حاجه اخرى بحال هذيك وما تعرفش داكشي اللي كاين على اين تعادل الفريق الوطني المغربي مع كرواتيا صفر لمثله على نفس المجموعه غننتظروا المباراه ديال اليوم مع الثمانيه بين بلجيكا وكندا باللي التحفظ وليد الركراكي احسن من المغامره في الهجوم احنا قلناها هو كان هو باغي يديرها رحمك الله هو باغي يلعب بهالطريقه اختيار ديالو ديال وليد الركراكي اختيار ديالو الاساس يتسنى ويلعب لي كونتر راه قالها شاهد قال لك التعادل مع كرواتيا ايجابي في الوقت الراهن المدرب الركراكي لم ياخذ حقه من الوقت لترويض الفريق نقدر نتفق معك شويه حيت كيف ما كان الحال التشكيله احنا عارفينها من نهار لعب الركراكي الماتش الاول ديالو ما كانش الوقت فين غادي كان متبع لك ابن سونال وحاجه اخرى وتا هادشي اللي كاين ما استغناش غير كلكو جوور اللي ما بغيناش نبقاو نهضروا عليهم يمكن واحد اربعه ولا خمسه كان خص يكون الحضور ديالهم ما كانش هما اللي كان عليهم النقاش عليهم النقاش